أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: يوجد في قريتنا التفريق فيما بين قبور الرجال والنساء، وذلك بوضع لبنة للرجل ولبنتين للمرأة، فهل هذا جائز أو محرم؟ هذا لا أصل له، التفريق بين قبر المرأة وقبر الرجل لا أصل له، ولا يعرف هذا عن السلف. القبور يتساوى فيها الناس، الرجال والنساء والأغنياء والفقراء والملوك والصعاليك، يتساوى فيها الناس، والعلماء والجهال يتساوى فيها الناس، لا يميز بعضهم على بعض، لأن كلهم مسلمون ولا ميزة لبعضهم على بعض. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الرجل قد تكون امرأة أفضل من آلاف الرجال إذا كانت أتقى لله عز وجل، فلا يميز قبر المرأة عن قبر الرجل. نعم.